السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لآخر الأخبار من التلفزيون الأردني. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 المنعقدة في نيويورك أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة، ولكن وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم على الجميع فعل الصواب تجاههم. إلى ذلك شدد جلالته على أنه ما زالت القدس بؤرة للقلق والاهتمام الدوليين، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية يواصل الأردن التزامه بالمحافظة على هوية المدينة المقدسة. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني لدى لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي في نيويورك التطورات في بلاده والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية. وأكد جلالة الملك موقف الأردن الداعم لجميع المساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل يكفل إعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق. كما بحث جلالة الملك عبد الله الثاني في نيويورك مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية. وتناول اللقاء جهود المملكة في التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، إذ أعرب جلالته عن تقديره للبنك الدولي على دعمه للأولويات المدرجة ضمن هذين المسارين. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني في نيويورك مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين أهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي لتحديات الأمن الغذائي، خاصة على المجتمعات المعرضة للخطر مثل اللاجئين. وتم خلال اللقاء استعراض الشراكة بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي وسبل تعزيزها. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني سلسلة لقاءات منفصلة مع عدد من رؤساء الدول المشاركين في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد التقى جلالته رئيس ألبانيا ورئيس جمهورية التشيك ورئيس مقدونيا الشمالية ورئيس نيجيريا. وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات بين الأردن وتلك الدول الصديقة وآليات تطوير التعاون في المجالات كافة. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن جلالة الملك عبد الله الثاني وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القيمية والأخلاقية والإنسانية وحق الشعوب بالحرية والكرامة والحياة الآمنة عندما تحدث جلالته حول العديد من القضايا المتعلقة باللاجئين وحقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحول الملايين الذين يفتقرون للأمن الغذائي في عالمنا اليوم، وذلك في خطاب جلالته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس. أكد رئيس أعضاء مجلس النواب أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين جميعا، حيث التأكيد على حماية حدودنا من أي تهديدات مستقبلية تمس أمننا الوطني جراء الأزمة السورية. وشدد بيان المجلس على الوقوف وقفة الصمود والثبات خلف راية جلالته وجيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية في حماية بلدنا، مؤكدين أن الأردن رغم قلة الموارد وشح الإمكانيات وتراجع الدعم الدولي سيستمر بواجبه الأخلاقي والإنساني تجاه اللاجئين. أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 4 شهداء، إضافة إلى إصابة 30 آخرين بينهم حالات حرجة جراء العدوان على المخيم. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بحالات اختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحة. هذا وشنت قوات الاحتلال حملة دهم واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من المواطنين. إلى هنا موجز الأخبار، هذه تحية وإلى اللقاء.